آخر لقاء جمع الفريقين، كان في الثاني من يوليو، انتهى بهدف لهدف. وكرة خطرة، من هنا من هنا بدأ الديربي وبدأ اتحاد العاصمة في إسعاد جماهيره، في إسعاد محبيه، في إسعاد عشاقه. بدأ اللقاء في أقل من ربع ساعة، بدأ اللقاء في أقل من ربع ساعة بعد كرة طويلة انطلق معها ووضعها في المرمى. يا سلام على الهدف الأول واتحاد العاصمة اللي بدأ المباراة بهذا الهدف، بكرة ضرب فيها الدفاع وسجل الهدف الأول. تصل الكرة للحاج بوقاش إلى يونس، تقطع الكرة الآن مرتدة لصالح اتحاد العاصمة. الكرة وصلت على الجهة اليمنى الآن، عرضية خطيرة، ما تشوفها ما تشوفها، لأن من هداف اسمه سافر، سافر على المرمى. لقطة لا ترى، لا ترى أبدا لاتحاد الحراش. على الجهة اليسرى التمريرة وصلت، يا سلام على النقلات وفرصة لهدف تقليص، يا سلام يا سلام على يونس ولمسات ما قبل هدف يونس. واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وهدف بخمسة أهداف يسجل اتحاد الحراش. هدف معنوي إلى حد كبير لنادي اتحاد الحراش، والمباراة لا تزال في أرضية الملعب. عرضية كانت، يونس استقبلها وسجل هدف.